قال: عندما يتأخر المغترب عن أهله لظروف الكفالة هل يأثم؟ لا، إذا كان يعني ماذا ملزما بالتأخر يعتذر من أهله ويكثر لهم الوصية بتقوى الله عز وجل ويتصل بهم ويرضيهم، وإن شاء الله أول ما تصلح أموري ما سأتأخر. لكن أنا أقول لكم الذي يتأخر عن أهله بدون سبب تأكدوا ما سيبارك له، تأكدوا ما سيجد البركة في رزقه. كم من الناس يبقى 5 سنوات 6 سنوات هو أين القصور التي عمرها؟ ماذا فعل؟ هو ما دخل خرج. بعض الناس يغترب 4 أشهر 5 أشهر وخرج بالمال الذي معه وعمر شيئا في بيته وارتاح مع أهله وأولاده ورجع، اشتغل 4 أشهر 5 أشهر وخرج وعمر بقية البيت، عمروا أدوارا بهذه الطريقة غربة قصيرة 4 5 أشهر ورجع. بعضهم بارك الله فيكم يبتليه الله مشتاق لأهله ما يريد يخرج، وهات على الكروت الذي سيسافر به يذهب بالتلفون وأتى لزوجته بالجنون وأتت له بالجنون من الكلام الغزل الذي على التلفون والشوب والكذا. نعم، نار يا إخوة. شباب، كما ذكر لنا أحد الإخوة أن شخصا يشكو تأخر عن أهله كثيرا وهو في الغربة، قال: والله إنني أتكلم مع زوجتي بالتلفون أنتهي من الاتصال هي تذهب تغتسل وأنا أذهب أغتسل. يعني هذا شخص يخبرني عن شخص يعرفه صديقه، يعني وصل الحال إلى إيش أريد؟ ماذا أريد بالنقود؟ ما أريد بها؟ نعم، لا فائدة. فلهذا اتق الله في نفسك ونسأل الله السلامة. كم من مغترب ما يدري إلا بعض أهله يقول: أرسل ورقة الطلاق. تعلمون ما وراء هذه الكلمة؟ موجود، لا تخرج. سأخرج، قالوا: لا، ارسل ورقة الطلاق. معنى أن المرأة قد ذهبت جهة أخرى ووقعت في الشر والعياذ بالله. وكم من شخص ربما في بلاد الغربة ما يدرى إلا زوجته حامل، له 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات. يا ناس اتقوا الله، هذه هي امرأة. إذا كنت تخاف على نفسك وعقلك ضعف عقلها كيف بها؟ لهذا ما سيضع الله البركة في الذين يهجرون أهليهم بهذه الصورة ويتأخرون عنهم بهذه الحال الشهور الطويلة، سينزع الله البركة من رزقك. إلهنا بارك الله فيكم. ما هنا التحديد، هناك إشارة في قول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، يعني يقول: والله ما أجامع زوجتي، يحلف هكذا. فيقال له: مدتك 4 أشهر، إما تكفر عن يمينك وإلا تطلق. ففيها إشارة، لكن ما هي النص كافي في المسألة. الأخ أبو حذيفة يطلب منكم الدعاء لوالده الذي مات اليوم، نسأل الله يتغمده برحمته وأن ينور قبره وأن يعطيه كتابه بيمينه وأن يسكنه الفردوس الأعلى، والحمد لله رب العالمين.